محاضرتنا بالكامل مسجلة عشان يستفيدون منها أخواتكم الثانيين. اليوم ما راح أخذ غياب، نفس الوقت اليوم إن شاء الله راح ناخذ. ترى قربنا على الفاينل يا بنات، ها انتبهوا حق النقطة هذه. Stop recording. اوكي بنات، الله يعطيكم العافية. اليوم ان شاء الله عندنا راح نحاول نخلص اليوم تشابتر 2، وبنفس الوقت نحاول راح ندش على تشابتر 3. الفرق ما بين تشابتر 2 وتشابتر 3 ما راح تحسون ان في فرق، المواضيع هي نفس المواضيع، ولكن طريقة الحل، خلينا نقول تكنيك الحل شوي راح يفرق. بعض الحالات راح تفرق فقط لا غير، فانتوا راح تحسون يعني حتى بالدراسه راح تحسون كانه تشابتر واحد هو، لان نفس الموضوع مترابط بشكل كبير في الموضوع هذا. واحده من الشغلات اللي احنا يمكن نسينا انك نشرحها بصفحه 28، صفحه 28 في عندنا الحاله هذه والحاله اللي بعدها، اللي الصفحه اللي بعدها مباشره، اللي هي حاله الديفرنشيشن. شنو موضوعهم هذول؟ بنات انتوا عارفين الامبليفاير عدل؟ تمام. الامبليفاير هذا هو الامبليفاير، اللي هو عبارة عن خلينا نقول مجموعة من العناصر الالكترونية. فكرته الاساسية انه في الغالب الاعم انه هو يضخم الموجة، يعني في الموضوع هذا مثل عندكم مثلا بالصوت سيستم الصوت مثلا بالامبليفاير والامور هذه. عندنا نوعين هناك، احنا خلينا نقول العائله تنقسم، مالت الامبليفاير تنقسم الى نوعين في طريقه التوصيل لها، نوع نسميه احنا ديفرنشيشن ونوع نسميه انتجريشن. شلون نميز بينهم؟ التمييز ببساطه من المكان اللي انت راح تشوف. صدق وحل ها عيل، يمكن الشعبه الثانيه يعني خلصنا اللي هو مكان الكباستر وين بس يعني خالصين. احنا اليوم يعني ان شاء الله راح ندش بسرعه على اللي هو انت يا هذا. احنا كذي تقريبا تشابتر 2 خلصنا، راح ناخذ بس شويه تمارين وندش على تشابتر 3 ان شاء الله بالطريقه هذه. انزين، بما انكم فرحتوني ان احنا قاطعين شوط كبير في الموضوع هذا، بس حاب اذكر مره ثانيه بالنسبه حق بالضبط، راح ناخذ الحين شغلات اكثر على الموضوع هذا، بس الحين بس حاب اكد مره ثانيه، احنا عدينا الثلاث اسابيع بنات، وكان حضوركم جدا طيب وادائك ممتاز. احنا الحين في الاسبوع الرابع راح ناخذ فيه محاضرتين، والاسبوع الجاي محاضرتين، الاسبوع اللي بعده اسبوع رقم 6 راح ناخذ فيه مراجعه، وتبلش بعدين اسابيع الاختبارات. الاسبوع هذا اللي هو اسبوع رقم 7 حق اختبارات المواد العملية. بنات المادة العملية تعرفونها من الرقم مالها، اذا شفتوا الرقم هني زوجي هذا معناه عملي، اذا شفتوه فردي هذا معناه نظري. واضح الفكرة؟ معانا؟ اوكي، فالنقطة هذه، فاحنا ان شاء الله مادتنا هذه مادة التحكم راح تكون امتحانها هني، في حين مادتنا الثانية اللي أنا أعطيكم إياها اللي هي الديجيتال اللي هو الانتجريتد سيركت راح تكون هني. واضحة الفكرة؟
اوكي. فاحنا ان شاء الله بقى لنا 4 محاضرات معاكم اونلاين تمام، ونكون احنا كذي ان شاء الله خالصين. انا بحاول اخلص حتى قبل الأربعة على اساس نمدينا مثلا نعطيكم بعض الكوزات زياده، نعطيكم بعض الشغلات على اساس نحسن الدرجات اكثر واكثر في الموضوع هذا. اوكي انزين، نرد حق موضوعنا. بالنسبه حق موضوع ال شابتر 2، شابتر 2 احنا اخر شغله يمكن اعتقد ان احنا خذيناها، هي خذينا احنا الحالات هذه اللي هي الحالات شلون انا ممكن اغير الار وشون اغير الملف وشون اغير الكباستر الى شيء اخر في الاس دومين. وخذينا بعض الحالات، يمكن خذينا حاله اللي علمناكم وسويناكم مراجعه على حاله كيرشوف عدل، وسوينا لو تو لوبز في الموضوع هذا. نبي ناخذ الحين الموضوع اكثر واكثر في الموضوع هذا في هذه المحاضره. انزين، لو افترضنا ان انا عندي هالدائره هذه، هني R هني L هني سوري هني C هني L، وهني عندي خلينا نقول V input. ويانا قلنا لكم عطيني ال V output اللي موجود عند ال L وطلعي لي ال transfer function. بهالحالة هذه شنو الخطوات اللي احنا راح نسويها مع بعض يا بنات؟ ما يصير احنا نجمعها بالطريقة هذه. احنا اول خطوة قلناها هي اعادة الرسم بالاس دومين، صح؟ اعادة الرسم بالاس دومين، هذه تايم دومين، انا راح اعيد رسمها بالاس. انزين بالاس تعالوا نتذكر البطارية يصير فيها شيء، او نقول السورس هذا، السورس هذا يصير فيه شيء؟ لا، مثل ما هو. انزين الار يصير فيها شيء؟ لا، نفس ما هي. السي يصير فيها شيء؟ يصير فيها شيء. شنو تصير السي؟ السي يا بنات تصير 1/CS. خلنا اوخر لكم صورتي لان مسكرة على الحل. تصير 1/CS. انزين والال شو تصير يا بنات؟ تصير اس ال بالشكل هذا. هني ابلش احل، لازم اول شيء اذا اول خطوه اعاده الرسم، اثنين التعويض بقيم جديده حق منه، حق الملف وحق الكباستر. يفضل احسن، لان انت لو حليتي كذي راح تحلين غلط، تعيدين رسمها. ما احنا ما سوينا شيء، ترى كل رسمناها وغيرنا القيم. الحين هذه اللي انا احل عليها. لا، الفي اوت انا اللي اختار وين مكانها. الفي اوت هني ما يصير تغيرينها. انزين الحين انا اسالكم، الفي اوت يا بنات ايش راح تساوي؟ يلا الفي اوت ايش راح تساوي؟ اي فيدباك؟ اي فيدباك؟ في اوت على في ان، هذا الاتش اس. انا ابي اعرف الفي اوت شو يساوي. يساوي التيار ضرب المقاومه، او قيمه المقاومه التيار. اي صح، بس لان ما ادري منو قالت لي فيدباك وهذا، ما ادري شنو الموضوع. شنو الفيدباك؟ ما في شيء اسمه فيدباك هنا عندي انا. انزين عندي التيار هني راح اضربه في الامبيدنس اللي هي الاس ال عدل، وقلنا التيار اللي هني ما هو الا عباره عن شنو؟ لو هو شو يساوي؟ هو التيار الكلي اللي هو تيار ثابت، اللي هو شو يساوي؟ ال V input على R المقاومة الكلية، صح ولا مو صح؟
عدل. إذا أنا أقدر أقول أن الـ Vout هو رح يساوي التيار هذا على R زائد 1 على CS زائد SL، لأنه كلهم سيريس هذول، تمام؟ هذا كله التيار راح أضربه في منو؟ في SL. أحاول أرتب الشكل وأرتب المقامات وأرتب الأمور هذه، يمكن رياضيا أرتبها، فراح أدخل الـ SL داخل، فراح يصير V Input SL، تمام؟ ويصير هنا R 1 على CS زائد SL، وهني V Out بالضبط. الـ V Input بوديها الجهة الثانية، فراح تصير قسمة، فتصير V Out على V Input. وعلى فكرة هذا اللي أنا أبي، اللي هو الترانسفير فانكشن، احنا ندري انه هو عبارة عن V Out على V Input. ايش راح يبقى لي هني؟ راح يبقى لي SL على R زائد 1 على CS زائد SL. انزين، دائما انا اللي مخرب لي الشكل هذا الجزء، صح؟ انزين، فايش راح اسوي؟ راح اضرب فوق واضرب تحت نفس القيمة CS عشان اتخلص من عافية. زين، ايش راح يصير عندي فوق؟ الاس تربيع، لا تنسون اس و اس، ايش راح تصير؟ اس تربيع، عدل ومعدل. وعندي هني ال وعندي سي، خلصنا اللي فوق. تعال اللي تحت، هذه مره راح اضربها هني ومره اضربها هني ومره اضربها هني. يلا ضربوا لي هذه هني في الار، راح يطلع لي ار سي اس زائد هذه لو تضربينها هني راح يصير سي اس على سي اس، يصير واحد، يصير واحد نفسها، يعني ما واحد، صح؟ مليون تقسيم مليون واحد. انزين، وهني نضربه هني يصير اس تربيع ال سي، خلصنا. واضح؟ سهلة. إذا الخطوة رقم واحد إعادة الرسم، اثنين التعويض بالقيم الجديدة، بعدين نرد نحلها على حسب السيرس والبرر الشغلات هذه. طبعا هذه كانت جدا بسيطة. لو توهقتي وصارت لك عندك أكثر من برانش، ايش راح تسوي؟ راح نسوي طريقة كيرشوف اللي أنا علمتكم إياها، تذكرونها ولا لا؟ اي، راجعوا المحاضرات اللي فاتت راح تلقونها الموجودة هنا. انزين، هذا تشابتر 2. ما اسمع، لا انا قاعد الحين قاعد شوي رجعت لكم شغله على هذا. احنا ادري احنا وصلنا هذه وعديناها، والحين راح اعطيكم انا تمارين على نفس الموضوع هذا، ولكن دائرتين مو دائره واحده، يعني تو برانش تو لوب في الموضوع هذا، لان احنا خذينا الحين الكرشوف وراجعنا لكم الكرشوف وعلمناكم اياه، فالحين راح ناخذ على الموضوع هذا. بس هذا شغله. زين، شنو الفرق ما بين شابتر 2 وشابتر 3؟ شغله بسيطه. هني بشابتر 2 دائما راح تشوفوني بالامتحان افترض لكم شغله، انه اسب اقول لكم ان ال V C initial وال I L initial صفر، ان اساسا الكباستر، يعني معناه ان الكباستر لما جيت حطيته بالدائره ما كان مشحون، ما كان فيه اي شحنه. اوكي، بشابتر 3 لا، راح اقول لكم لا كان مشحون. شو الاختلاف؟ اختلاف بسيط جدا. يعني مثال، لو كنا احنا هني بالكباستر كنا نقول 1 اوفر سي اس، اذا كان مشحون راح تصير في بطاريه معاه. ال راح نشوفها، هذا راح نشوفها ان شاء الله، يمكن على نهايه المحاضره هذه او المحاضره الجايه. اذا عندي ال كنت اسوي اس ال بس، لا راح اسوي معاه بطاريه. ليش؟ لان حاله الزيرو مو موجودة. بس هذا الاختلاف اللي راح نسويه ما بين شابتر 2 وشابتر 3، عشان كذي راح تدرسونهم مع بعض. اوكي، يعني ما راح تقولين والله هذا كان هني ولا هني، لا. واقول لكم اياها، لو حليتي بالطريقة مالت شابتر 3 حق 2 صح، لان هي الطريقة الاشمل. واضح؟ انزين،
عرفنا الحين احنا خذينا بعض التمارين راجعنا فيها شلون طريقة الحل. وهذا من الشغلات اللي احنا حليناها مع بعض تعلمنا عليها هي طريقة شلون انا يكون عندي مثل هالدائرة واقدر اتعامل معاها بكل اريحية. خلينا نقول فرضا ان عندي انا هذه الدائرة عندي هني C وعندي L وعندي R وعندي هني V Input تمام، وقلنا لكم عطوني ال V Out اللي موجود على ال L تمام. هي سهلة بس احنا بنحلها بطريقة كيرشوف. ليش؟ لان انا عارف ان في ناس هني شوية راح تتلخبط بموضوع السيرس البارلل وخاصة طريقة التعامل مع ال L وال C في السيرس والبارلل راح يضيعون. انا بحلها بطريقة كيرشوف بنات تمام، وراح اعلمكم بعدين على طريقة ثانية احنا نسميها نود فولتج. هذه طبعا كله طبعا كان المفروض انكم تاخذينه في كهرباء واحد اكون صادق معاكم يعني. انزين نبي نحل الحين احنا بطريقة كيرشوف في الموضوع هذا. اول خطوة بنات شو نسوي؟ حلو هذا التعديل. هل اعدل شيء هنا على البطارية؟ الار ال ال شو راح تصير؟ اس ال بنات الاس سنيك دائما تضيعون بين الاس والسي. اوكي والسي ايش راح تصير يا بنات؟ تمام انزين كاهي بالطريقه هذه. انزين بي انا الحين بحلها بطريقه كيرشوف. ايش راح افترض في كل مكان؟ اي واحد وهني اي اثنين. اتجاه اي واحد بالشكل هذا، اي اثنين بالشكل هذا تمام. انزين وزعوا لي الاشارات السالب والموجب، كان وايد مهمه عندنا في طريقه كيرشوف. هني البطاريه هي اوريدي فيها الاشارات، ما حد يقدر يقول لي الار وين الموجب؟ يمين ولا يسار؟ يسار موجب ويني هذا. انزين الاي واحد شلون يمشي داخل الملف؟ وين الموجب؟ فوق ولا تحت؟ فوق عافيه تمام. انزين تعالوا نطالع اللي يسمونه الاي 2. الاي 2 لما يمشي شلون يمشي بالكباستر؟ من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ يعني وين الاشاره الموجب؟ تمام. انزين اي 2 لما يمشي داخل الملف شلون يمشي؟ يعني وين الاشاره الموجب؟ تمام. هذا لا تنسون هذا ال V out تمام، هذا ال V out. انزين احنا كذي تقريبا شبه جاهزين حق الحل. عقب ما توزعين اشاراتك وكل شيء خلاص انت جاهزة حق الحل، بس يبقى لنا شغلة واحدة عشان لا ننسى. ساعات وايد ناس تحل 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 واخر شيء تنسى هي شنو تبي. احنا من نبي؟ نبي ال V out. شو يساوي ال V out يا بنات؟ لا ما نقول اي توتل، ما في هني ما عندي شيء اسمه اي توتل. ومنه هو طبعا في له اكثر من طريقه. واحد تقدر تقولين هو الفولت اللي موجود على منه هو الفولت اللي موجود على منه لا 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 ما في شيء اسمه الفولت على اي 2. هو الفولت اللي موجود على الاس ال صح تمام. اذا شنو نقول؟ هو التيار ضرب الامبيدنس تمام اللي هي الاس ال. زين منو التيار هذا اللي ماشي هني داخلها؟ انتوا قولوا لي منو التيار اللي ماشي داخلها؟ 1 مش مو ماشي داخل 1 هني بعد 1 ماشي ولا مو ماشي 1؟ ني خالف الفي اوت هو الفولت اللي هني. الفولت اللي هني قيمه الامبيدنس اللي هني ضرب التيار. التيار اللي هني منو اللي ماشي؟ عبير قالت لي اي 2، اقول لك صح بس الإجابة ناقصة. I1 ما يمشي؟ اثنيناتهم يمشون. نو نو مي خالف بس اثنيناتهم يمشون. إذا إحنا شرح نقول التيار اللي ماشي داخل الإمبيدنس هذه هو I1 صح؟ كهو ماشي ومنو عكسه؟ I2.
عدل ومو عدل؟ ما نقول اي توتل لان هذا مو اي توتل، هذا مو اي توتل، هذا الفرق بينهم. لان انت عبير ذكري التيار اذا مشى من هني من البطاريه يوصل عند النقطه هذه ايش راح يصير فيه؟ مو يتفرع؟ حلو، يعني الجزء هذا من التيار هو اقل ولا اكبر من اللي هني؟ اقل. فما اقدر اقول انا اي توتل، انت الاي توتل اللي ببالك هو اللي طالع من البطاريه، ما له علاقه فيه، هو جزء منه. واضح؟ هذا نسميه احنا المحصله. انزين هذا اللي بنوصل له. انزين تعالوا نحل، يلا المعادله الاولى لوب 1 وهني لوب 2. يلا لوب 1 من يحلها لي؟ يلا اول شيء نبلش من هنا. اول اشاره اشوفها شنو؟ سالب في انبوت. اول اشاره اشوفها شنو؟ موجب. ار ضرب منو؟ اي 1، صح ولا مو صح؟ زين اول اشاره اشوفها موجب، موجب منو؟ اس ال اي 1. بنفس الوقت قاعد اطالع منو؟ السالب. وانا ماشي هني قاعد اشوف هذول الثنتين موجب وسالب، بس السالب هذه من وين جايه يا بنات؟ قلنا هي نفس الاس ال بس منو؟ من الاي 2، صح ولا مو صح؟ ها معاي الباجي ولا لا؟ تمام، عشان تصير واضحه لكم. انزين تعال نرتب الشكل شويه اكثر. يلا انزين شنو راح يصير معي هني؟ طبعا ال V input كهوني، خلنا بعدين بعد شوي راح نحط قيم احنا حق هذا. هذا V input شو راح وديناه الجهه الثانيه؟ من راح يبقى لي هني؟ عندي هني هذا وهذا، ينجمعون ولا ما ينجمعون يا بنات؟ اوكي يلا، هذا R زائد SL I1 ناقص SL I2، هذه المعادله صح ولا مو صح؟ لا هو حاليا انا ما عندي قيم بالامتحان، اذا اعطيتكم مثلا قيم راح تحطون القيم تضربينهم وهذا وتطلعين ارقام. تبون نحط قيم من الحين؟ يلا خلينا نفترض ان ال L 5 والسي 10 والار 4 والفي انبوت 6. يلا نعوض، 4 زائد 5 اس لا انا خلنا اشيل هذه عشان تشوفون. 4 زائد 5 اس عدل، تمام، هذا كله مضروب فيه منو؟ اي 1 ناقص اس، وهني شنو عندي؟ ال ال هم 5 اي 2، الفي انبوت 6. هذه المعادلة الأولى، تمام. انزين تعالوا نشوف لوب 2. لوب 2 يلا من وين تبي تبلشون؟ في وحدة تقول من وين أبلش؟ أبلش من هني أو أبلش من هني؟ ترى كله صح، لو تبلشي من هني هم صح، أي مكان صح ترى، بس المكان اللي تبلشين منه تنتهين عنده. أوكي يلا ببلش من هني. أول شيء أشوف شنو؟ موجب. موجب هذا من وين جاي الموجب؟ اس ال مضروب في اي 2، صح ولا مو صح؟ انزين وبنفس الوقت راح اشوف منو؟ السالب. من وين جاي السالب؟ نفسه اس ال اي 1. انزين خلصنا من هذول، ايش راح اشوف هني؟ ليش ناقص؟ زائد مضروب في منو؟ مضروب في منو؟ اي 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 2. بنات دائما هالغلطه هذه اللي الحين قاعد اللي عبير شوي شيء قعد فيها، هذه دائما اشوفها بالفاينل، اشوف الناس تسوي حق المقاومات موجب وسالب وهذا بدون ما تضرب الاي. يا بنات احنا بالكي في ال
قاعدين نجمع الفولت. يعني إيه بالضبط هذا اللي قاعد يصير. هذه مقاومة وهذه مقاومة. هذا سويناه بس إحنا ما سميها مقاومة سميها إمبيدنس. بالضبط هذا سويته. هذه منو هذه؟ هذه المقاومة ضرب التيار. وهذه منو المقاومة ضرب التيار؟ ما هذا اللي سوي. لأنتوا لا تنسون KVL شنو هو؟ مجموع الجهود يساوي صفر. مجموع الجهود والجهد شو يساوي؟ التيار ضرب الريزستر. صح ولا مو صح؟ هذا اللي سويت أنا. أوكي أنزين. طبعا لا أنسى أنه آخر شيء يساوي صفر. يلا عوض ال خمسة خمسة الاس اي تو ناقص هم هني خمسة اس اي ون زائد واحد على عشرة اس اي تو يساوي صفر. انزين يمعوا لي الاي ون والاي تو مع بعض، ما احبهم كذي انا متفرقين. يمعوا سووا اعادة شمل لهم. انزين هذا ما يروح الجهة الثانية وهذا ما اقدر اجمعهم مع بعض. يعني هني خمسة اس زائد واحد على عشرة اس هذا اي تو. صح ولا مو صح؟ وهذا الاخ اوديه الجهة الثانية يصير خمسة اس اي ون. صح ولا مو صح؟ يصير ولا ما يصير؟ هذه المعادلة الثانية. بما ان يا بنات عندي معادلتين وعندي مجهولين اذا تنحل، احسن طريقة حق الحل احنا نسميها substitution. شنو هي substitution يا بنات؟ ان واحدة من المعادلات عادة تكون الاكثر، اطلع علاقة i1 ب i2 واحقها بالثانية. خلنا نسويها الحين من هني. هذه الاكثر صح؟ انزين لو قسمت انا هني على 5 اس الجهتين، او خلنا نقول اقسم هذا الجهتين. يلا اي 2 ايش راح تساوي؟ هني 5 اس اي 1 هذا يا بنات بوديه الجهة الثانية. هو هذا القوس كله مضروب صح؟ يروح الجهة الثانية شو يصير؟ قسمه تحت. عدل ومعدل صح ولا مو صح؟ تمام. انزين انا باط شبدي شنو قد دائما اقول لكم؟ يبط شبدي اللي بالمقام مقام، يبط شبدي ما احبه. شو اسوي؟ قلنا نضرب فوق وتحت شنو؟ بقيمته. كم قيمته؟ 10 اس. وهني 10 اس. قولوا لي اللي فوق شو يصير؟ 10 ضرب 5 50 اس ضرب اس اس تربيع وهني اي 1. إذا تعالوا هني 10 ضرب 5 هم 50 اس مع اس اس تربيع. زين هذا تضرب هنا زائد 1 هذا منو انت؟ هذا الاي 2. سهل. لا ما يروحون لان هني في جمع ما يروحون. لا درباش لا تفتين بالرياضيات بالطريقة هذه. أوكي هذه المعادلة أنا بخليها هنا قدامي وبكمل الحل. ها تعال شو حسوي الحين؟ شفتوا المعادلة هذه؟ بعيد كتابتها. ها 4 زائد 5 S I 1 ناقص 5 S. ما بأكتب الحين I 2. مو مفروض اني اكتب اي 2؟ كاو مفروض اكتب اي 2. بكتب قيمتها. وشنو قيمتها يا بنات؟ 50 اس تربيع اي 1 على 50 اس تربيع زائد 1. الحين افك الاقواس. يلا فكوا الاقواس. 4 ضرب اي 1 4 ضرب اي 1 4 اي 1 صح ولا مو صح؟ و5 اس ضرب اي 1
خمسة S I 1 إنزين وضربوا لهني ناقص خمسة ضرب خمسين سهلة 250 50 دينار يمعيها من خمس بنات قطية كم تصير؟ شفت شو مخكم تشتغل بسرعة؟ أي بالفلوس تشتغل مخكم إنزين والاس مع الاس شو تصير؟ اس كم؟ هي تربيع صار تكعيب تكعيب يا بنات تكعيب هي اس 2 مع اس راح يصير اس اس 3 ايه وهني عندي 50 اس تربيع زائد 1 وهني يساوي 6 يس لا هو شوفوا انتوا راح توصلوا مرحله بالفاينل انكم راح تصورون حلكم راح تصورونه وتدزوا لي اياه هذا ما في روح وتعال يس عشان شيء لازم تديرون بالكم وتحلون شوي شوي تقريبا هذا راح يصير فعلا كلامك صح راح تكبشرونها عشان كذي الكوز الجاي راح احنا وياكم نتمرن شلون راح نحلها حق الفاينل اي نعم اوكي انزين بعد انت ما خلصنا بنات ما خلصنا الحين راح ناخذ عامل مشترك اسمه منو اي 1 شو اللي راح يبقى يلا قولوا لي هني 4 زائد 5 اس ناقص 250 اس تكعيب على 50 اس تربيع زائد 1 كل هذا يساوي 6 اذا اي 1 ايش راح يساوي 6 وهذا كله راح اوديه الجهه الثانيه صح يصير تحت عافيه 5 اس ناقص 250 اس تكعيب على 50 اس تربيع زائد 1 انا لهني يعني بس كنت عنكم واقول لكم اوكي عجبني الشكل بينما المفروض تبسطينا اكثر ايه المفروض ايه هو المفروض هو المفروض شنو تضربون فوق وتحت بهالمعامل هذا بس انا ايوه فوق وتحت وتي تبسطين الشكل بس انتو ما فيكم شده انتو هني راح تكحون والله ما والله ما ادري ايش اللي صاير انا قلت ياها يعني انا حتى قبل ما ادش المحاضره هذه واجهت مشكله فجاه لقيت كل شيء كانه ايه ما ادري شنو المشكله في مشكله كانت بس شنو ما ادري ايه في 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 ان اليوم صايره ما ادري شنو هي ما سبحان الله زين اللي دخلته وسجلتها يعني على الاقل هذا اليوم احنا قلنا مثل ما قلنا ما راح ناخذ احنا غياب وهذا تسجيل ويشوفونها يعني بعد شو اسوي زين خلينا نشوف بس حاولوا انكم تدشون يعني تشوفون شنو المشكله يعني هل لان انا طلع سويت ساين اوت سويت ساين اند مره ثانيه يلا اشتغل معي المهم وصلنا الحين حق هذه انتوا لا تنسون احنا منو نبي يا بنات نبي الاي 2 بعد زين الاي 2 وين شنو علاقتها يعني راح ناخذ كل هالمعادله ونحطها في اي 1 اي 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 2 اي 1 نحطها في اي 2 واضحه ايش راح نسوي هي راح تصير طويله هي الرياضيات فيها شغل رياضيات وايد اوكي انت حد هنا اوكي معنا وهذه كنتي معنا فيها
بالضبط هذا اللي راح يصير. اذا راح اقول ان هني 50 اس تربيع، بس بدال ما اقول اي 1 راح احط قيمه الاي 1 اللي هي منو اي. ان شاء الله هذا كويز وفاينل عادي، بس كتبي لي كذي وبس، لا تبسطينها خلاص، بس انت كذي خلصتي. اي والله والله ترى لو قلت تعالي بسطيها والشغل فيه ترى بعد فيها 10 دقائق. انزين احنا كل هذا ليش قاعد نسوي؟ لا تنسون عشان شنو بنطلع هالمعادلة هذه. فش راح نسوي الحين؟ The out عادل يا بنات ش راح يساوي؟ I one 4+5s ناقص 250s تكعيب على 50s تربيع زائد 1، هذا كله ش فيه؟ أنقص منه 50s تربيع 6+4+5s ناقص 250s تكعيب عاد 50s تربيع زائد 1، كل هذا على 50s تربيع زائد 1. إيش فيهم هذول كلهم؟ مضروبين في SL، وهذه هي الإجابة. ها؟ إيش فيه؟ ايش سويت هنا؟ إيه هذا زائد واحد، أنا صار في شخطة يمه. شكرا أيتها الدقيقة، جدا دقيقة. تمام؟ هذه هي الإجابة. أوكي؟ بدون تبسيط. أوكي؟ طبعا اللي تبسط أعطيها بونس. اوكي هاي مسجله المحاضره، اللي تبسط حق الشكل الاخير اعطيها بونس. انت لهني خذيتي فول مارك، بسطتي اعطيك بونس. اوكي بس لا تضيعون وقتكم بالتبسيط. شلون؟ لا مو هني، هذه اقولك يعني بالكويز او بالفاينل اذا كملتي اعطيك بونس، بس اذا كملتي صح يعني. اوكي بالضبط. طبعا مو هني تضربين، انت من البدايات هني تبسطين خلاص يطلع الباقي الحل مبسط. وهذا هو احنا مفروض هني، بس اذا بسطنا هني التبسيط راح يطول معانا شويه، فما نبي نعقدهم شويه. اوكي واضحه يا بنات الفكره؟ اوكي انزين. والله أنا ودي أدش على شابتر 3، بس إذا دشيت على شابتر 3 معناه راح نخلص مبكر شوية كذي. ها فيكم شدة ندش على شابتر 3؟ إحنا كذي شبه خالصين حق شابتر 2. في أي سؤال على شابتر 2؟ تبون نعطي أمثلة زيادة بعد، دوائر زيادة؟ قولوا لي. خلنا نعطي خلنا شلون؟ ما في أصغر، هذا والله هذا أصغر شيء لاحظتي، مقاومة واحدة وملف واحد وكباستر واحد وبطارية واحدة. بالضبط هذه ترى أنا أعطيتكم إياها، ترى صغيرة جدا الدائرة نفسها صغيرة، هذا أبسط شيء. إنزين خلنا نأخذ لنا شيء ثاني، ما أدري عشان يمكن تشوفين أنا هذا أبسط أنا أشوفها يعني بنوع ما يعني بالطريقة هذه. لو افترضنا عندي أنا خلينا نقول سورس عندي، وعندي هني ملف، وعندي هني خلينا نقول ريزستر،
عندي هني سوري نقول بطارية يلا V1 وعندي هني V2 وعندي هني مقاومة R1 R2 L اوكي ويهد قلت لك طلعي لي الفولت اللي موجود عند هذا V out اللي عند ال L يلا بنات ابيكم انتم تفكرون فيها قبل ما انا احلها يلا ايش راح نسوي اول شيء باي طريقه نحلها طبعا هذه بما انها فيها اكثر من بطاريه واحده بنات لا تتعبون حالكم حلوها بالكرشوف طريقه كرشوف كي في ال اوكي لان ايش تبي تقولين الحين قال قولوا لي شنو علاقه ار1 بار2 سيرس ولا بارلل لا سيرس ولا بارلل لا سيرس ولا بارلل انا قلت شها لا سيرس ولا بارلل ولا بارلل شوف مو سيرس ولا بارلل زين شنو علاقة ال بالار2 لا سيرس ولا بارلل عي شلون راح نحلها ما راح تحلينها الا اذا قدرتي تسوين الطريقة هذه غير الحكي هذا ما في خلصتش هذا جارنتي انزين تعالوا قولوا لي اول خطوة شنو نسوي بنات اول خطوه خطوه رقم واحد مو بسط اعاده الرسم هذا يعني هذه البطاريه نفس ما هي صح الار2 نفس ما هي الار1 حلو الال شو تصير اس ال زين خلينا نفترض ان الار1 عشرة والار2 أربعة والال ثمانية هنري اوم اوم والفي 2 10 فولت والفي 1 5 فولت ما نبي 5 نبي 4 فولت عشان 5 والاس دائما تصير فيه لخبطه حلو يلا ايش راح نسوي الحين اي 1 واي 2 عدل بالعافيه نحط الاشارات يلا هذه الإشارة موجودة حلو انزين R2 فيها إشارة موجب فوق ولا تحت حلو و R1 يمين ولا يسار تم لا يمين 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 لأن التيار ماشي كذي تمام انزين تعال حق I2 الإشارة اللي هني موجب لك يعني يمشي كذي صح انزين ب R2 وين الموجب تحت بالSL وين الموجب تمام خلصنا الإشارات أهم شيء لا ننسى شنو المطلوب من عندكم لا الفي أوت دائما الطلبة يغلطون ينسون يحلون صح بس ناسين تايهين ابي الفي اوت بنات والفي اوت شي يساوي يا بنات انتوا قولوا لي انتوا قولوا لي ها شي يساوي الاي اللي هو منو اي 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 2 مو اي تربيع اي 2 اس ال ضرب الاي 2 والاس ال كم قيمتها الاس ال ثمانية ضرب S ضرب I2 يعني أنت الحين لو تطلعي لي قيمة ال I2 أقول لك خلصنا وطلعنا الإجابة صح ولا أنا غلطان أي. الحين يبلش الحل حق I2 يلا أبي غير أماني وعبير من الموجود معنا أبي وحدة هي تقول لي I2 معادلة ال I1 سوري يلا غير عبير وأماني اللي راح ياخذون فول مارك بالشفوي زين في احد حاضر معانا غير اماني وعبير تمام يلا بلشي معانا يلا قاعده
كيفك بأي مكان عند الآي ون، أي مكان. أنا أفضل من هني. تبي تبلشين من هني مو غلط، تبي تبلشين من هني مو غلط. أنت وين تبي؟ موجب R1 مضروبة في منو R1؟ I1 حفية. تمام، خلصنا هذه. بعدين ايش راح تشوفين؟ سالب V2. تمام، وبعدها ايش راح تشوفين؟ موجب. موجب منو؟ R2 I1. دائما حطي في بالك ان انت عندك شويه لازم تديرين بالك على المقاومه المشتركه، لان بنفس الوقت اللي تشوفين فيه موجب انت راح تشوفين سالب، صح؟ اي، انت شفتي الموجب وسويتيه عافيه، وبنفس الوقت ايش قاعد تشوفين؟ السالب R2. هذا السالب من وين جاي؟ من اي اي؟ اي 1 ولا اي 2؟ عافية. خلصتي، وصلتي حق نقطة البداية اللي أنت بلشتي منها، صح ولا مو صح؟ إذن يساوي صفر. إنزين، إحنا حطينا أرقام حق القيم المقاومات. R1 اللي هي 10 I1، صح؟ كا ال R1 10، عدل ومعدل. إنزين، وال V2 كم قيمتها؟ هم 10. تمام، والR2 ها الR2 أربعة I1 عدل، والR1 سوري الR2 كان ناقص أربعة I2 يساوي صفر. بسطي لي الشكل أكثر وأكثر، يعني خلي الI1 مع بعض، هني عشرة وهني أربعة، كم يصيرون؟ حرام عليك، 14. انزين، والاي 2 مسكين قاعد بروحه، خليه بروحه. العشر هذه بطة شبدي، شوتيها الجهة الثانية شو تصير؟ وصلنا حق المعادلة هذه، صح ولا مو صح؟ تمام. نبي وحدة، انت شو اسمك اليوم؟ غير بدور وأماني وعبير. نبي متطوعة تحلنا الدش كلهم معلق بس انتو. يلا اوكي، يلا عبير قولي لنا بلشي من وين تبتبلشين. عبير وين كيف تقول؟ قولي انت، انت انت قولي وانا اعرف من وين انت بلشتي. يلا ايش تبي تقولين؟ موجب اسال، انت بلشتي من هني. موجب اسال مضروب في منو؟ اي 2 مضروب في اي 2. عبير انت راح تغلطين في الغلطه هذه بالكويز وبالفاينل، راح تنسين الاي. موجب اسال اي 2، بعد ايش راح تشوفين؟ موجب انت ما يصير تمشين كذي، انت تمشين كذي مع عقارب الساعة، ما يصير تمشين العكس. إذن V1 خلص من هني وخلص من هني، إيش راح أشوف؟ أشوف موجب وأشوف سالب، صح؟ أول شيء زائد 2 2. تمام، وبنفس الوقت إيش راح تشوفين؟ I1. ترى على فكرة الناقص والزائد ترى نفس الشيء بس عكسي الآي، ترى نفسهم بس عكسي الآي. كا شوفيهم نفسهم بس عكسي الآي. بس انزين، وصلنا حق نقطة البداية، إذا نقدر نقول تساوي صفر. يلا عوضي الال ثمانية ثمانية اس اي تو، والفي وان اربعة، والR2 أربعة، ليش وين عشرة؟ ما عندنا R1، ما عندنا
بهالمعادلة ما في R1. إنزين نعدل الشكل شوية أكثر، بحط ال الأربعة وديها الجهة الثانية تصير سالب أربعة، افتكينا منها. إنزين الآي ون دائما أول شيء نحط الآي ون، نحطه هني ما في معاه أحد. لا بنات انتوا لازم تراجعون، لازم تراجعون الرياضيات. ما يصير ما يصير، هذول غير، هذا اكس وهذا واي، ما يصير اطرح اشيلهم من بعض. زين الاي 2 ك زائد الحين اللي هني واللي هني، لو اخذت عامل مشترك اسمه اي 2 ايش راح يبقى من هني؟ 8 اس. وش راح يبقى من هني؟ زائد 4، صح ولا مو صح؟ عدل البنات والمعدل قولوا لي. تمام انزين، الحين هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. في بعضكم يحبون الرياضيات راح يبسطون المعادلة الأولى والمعادلة الثانية أكثر، يعني لو تقولوا لي أنا ناصر أنا راح أبسطها أكثر مثال، بس إذا ما بسطيها مو معناها غلط. لا راح أخذ عامل مشترك اسمه أربعة أو أقسم كل المعادلة على أربعة، يصير ولا ما يصير؟ يصير، يصير هني ناقص I1 وهني راح يصير عندي 2S زائد 1 وهني I2 وهني ناقص 1. احسن لي بلع والراس بلا يبطيخ. اذا قسمت على سالب 4 راح اقلب الاشارات، هذا راح يصير، فانا ما بقلب الاشارات عشان لا تدخون، بس لو سويتها صح. اوكي المعادله هذه انا راح اقسم على 2، راح يصير عندي 7 اي 1 ناقص 2 اي 2 يساوي 5. ها صح ولا مو صح؟ انزين انزين احنا الحين لما نبسط ايش راح نسوي؟ شوف ايش راح اسوي، شوف الخطوه المهمه. انت ليه هني انت خذيتي هين 3/4 الدرجه، باقي لك شويه تاخذين فول مارك. حاولي تحطين المعادلتين فوق بعض، يعني لما اني احط هني 7 اي 1 شوف الترتيب. انا ترى دائما احب الترتيب، ان الاي 1 يكون اول شيء، ما تلخبطين نفسك عشان يكون الحل واضح. ناقص 2 اي 2 كا انا ما بعدته بس لانه عشان اوريكم الترتيب، يساوي 5 صح. انزين تذكرون قبل رياضيات تمهيدي عندكم لما كان عندكم معادله اكس زائد 3 واي يساوي 10، وهني عندك 2x زائد 5y يساوي 6 مثلا، مثل الطريقه هذه ناقص x وهذا، ايش كنتوا تسوون؟ تنقصونه من بعض، بس دائما كنت تحاولين ان قبل ما تنقصين تضربين وحده من المعادلات على اساس ان x يصير نفس الشكل ويروحون مع بعض ويروحون، صح ولا مو صح؟ اي كنت تضربين بعدين تروحين. فانا الحين سؤالي، منو اسهل واحد اقدر اتخلص منه، اي 2 ولا اي 1؟ اي 1 سهل جدا اتخلص منه، بس هني 7 وهني ناقص 1، شلون اتخلص منهم؟ شلون اخليهم يقتلون بعض؟ يلا اضرب اللي فوق بكم؟ هي سالب 1، اضربها في سالب 1 تصير موجب 1، أضربها في منو؟ أضربها في 7، أضربها في 7 بنات. ليش؟ لو ضربتها في 7 إيش راح تصير؟ سالب 7 وتحت 7 أجمعهم مع بعض إيش راح يصير؟ 0، افتكيت منه، عدل ومعدل. فإيش راح أسوي؟ أنا راح أضرب كل هالمعادلة في 7، يصير فحيصير عندي هذا راح اكتبها هني بنات ها آه. هذه راح اكتبها هني ناقص 7 اي 1
وهني زائد زائد ويصير هني سبعة مع اثنين كم يصير بنات؟ 14S وسبعة واحد I2 وهني واحد وسبعة يصير ساق السبعة. ها معاي ولا معاي ولا ضحتوا؟ هذه المعادلات ملوتنا كاف هذول. انزين الحين شو اسوي؟ اسوي جمع. يلا جمعوا لي هذه مع هذه، ايش راح تصير؟ مع السلامه صفر، صح ولا مو صح؟ عدل ما عدل، خلاص مع السلامه. انزين ناقص اثنين وهذول ايش راح يصير؟ 14S زائد سبعة ناقص اثنين، زائد سبعة ناقص اثنين كم يصير يعني؟ زائد كم؟ خمسة. I2 خمسة زائد ناقص سبعة كم يصير؟ بس خلصنا صح؟ إذن الـ I2 راح تساوي ناقص اثنين على 14S زائد خمسة. صح؟ ايش فيكم زعلتوا من الحل؟ تمساع؟ تمساع كانت جاهزة، تمساع كانت وحدة من عندهم تساوي صفر، انتبهي وحدة من عندهم كانت تساوي صفر، فسوينا طريقة احنا سميناها السبتيتيوشن اللي هو شنو؟ كاهي موجودة عندي انا الحل. ها؟ هذه أو هذه؟ كا شوف شوف شوفوا يا بنات اللي قبل شوي كاهي شوفوها كانت تساوي صفر، فليش أنا أسوي الجمع والطرح وهذا؟ فسويته أسهل، خليت علاقة الآي 1 بالآي 2 ورحت شلتها حطيتها ببطن الأولى، صح ولا مو صح؟ هذا اللي سويته، في فرق، بس لو حليتيها بالطريقة هذه هم تصير هذه ولا هذه؟ خلاص حلي فيها عادي، يعني هذه نفس شفت المعادلة هني كصفر، حطيها تحت اللي هني وحاولي ان الاي 1 او الاي 2 يكنسلون بعض وبس وكملي يصير. اوكي مو غلط. انزين وين احنا الحين وصلنا؟ وصلنا هني تمام. انزين بالضبط الحين عندي انا الاي 2، زين الاي 1 شلون اطلعه؟ توهكت الحين، وقف وقف، احنا محتاجين اي 1 ولا اي 2؟ يلا هذا سؤال، ها احنا محتاجين اي 1 ولا اي 2؟ كاهي صح ولا مو صح؟ تروحين تطلعين اي 1 ليش؟ تضيعين وقتك وتقولين لي اخر شيء الامتحان ما كفى الوقت ليش؟ صح ولا مو صح؟ هذا الاي 2. اذا ايش راح اقول؟ راح اقول الفي اوت يساوي 8 اس مضروب في منو؟ في سالب 2 على 14 اس زائد 5. شو طار انتو بالرياضيات؟ سالب 2 او 8 كم يصير؟ اس وتحت 14 اس زائد 5 وكفى الله المؤمنين شر القتال. خلصنا كذي تاخذين فل مارك. عندكم الطريقتين، حلوا باللي تبونه، حلوا باللي تبونه، حلوا باللي تبونه. اوكي سهله ولا ها؟ انزل ابي منكم شغله واحده، نفس الدائره، نفس الدائره بس بغير مكان، بغير مكان الفي اوت، بدال ما هو هني بحطه على الار 1. تقدرون تحلوا لي اياها مره ثانيه؟
نفس الخطوات، بس راح تفرق معك الفي اوت ولا ما تفرق؟ تفرق. زين لما نحطها هني ار 1 ضرب منه اي 1. زين اذا راح احل نفس الحل ونفس الاجابه ترى، ها يعني اي 2 راح نوصل حق نفس الاجابه، يعني ما فرقت معانا. بس هل هني اوقف ولا لازم اطلع اي 1؟ لازم تطلعين اي 1، وبعد ما تطلعينه تضربينه بالار 1 وتطلع معك الاجابه. انزين سؤالي بس هني عشان اللي يطمئن قلبي، شلون تطلعون الاي 1؟ انت عندك اي 2 كاهو قدامك، اي 1 شلون تطلعينه؟ تردين حق طريقه الحل الاولى ما المساله الاولى. شفتي المعادله هذه؟ المعادله هذه صح، تروحين تقولين كذي، تقولين 7 اي 1 ناقص 2، بس ما تحطين اي 2، تحطين قيمتها ناقص 2 على 14 اس زائد 5 يساوي 5، صح ولا مو صح؟ ايوه. وتين تعدلين الحين الشكل كله ويطلع معاك، ما يخالف السموحة بس يوم عندي محاضرة. يلا بين عندكم بالشاشة ان امي داق علي، يطلع بشاشة الكمبيوتر امي داق علي. انزين انزين، فالحين عندنا الحين المعادلة هذه سالب 2 وسالب 2 يا مجرمين يا مجرمين الرياضيات. ايوه يصير موجب موجب 4 وهني 14 اس زائد 5 يساوي 5. تودين الجهه هذا تودين الجهه الثانيه، واخر شيء تقسمون على 7 يطلع لك الاي 1 تضربينه في ال 5 اللي هي قيمه سوري تضربينه في 10 اللي هو الار 1 يطلع معك الفي اوت. اعتمد عليكم في الموضوع هذا، يعني تبوني اعتبره هوم وورك؟ يا نفس المساله نفسها ما راح اغير شيء، بعتبرها هوم وورك. ايش رايكم؟ مو احسن؟ ابي هني ابي الفي هني الفي اوت هني يصير اوكي. تحلين بورقة وتصورينها وتحطينها هذا. انزين اذا راح اكتب لكم الحين سؤال الهومورك، تمام؟ حتى اللي قاعدين يشوف يتابعون المحاضره هذا سؤال الهومورك راح يكون مع لكم. عندك دائره بالشكل هذا، ونبي الفولت اللي موجود هني في اوت كم يساوي بطريقة الاس دومين، تمام؟ بس نبي الحل هذا. ما اسمع، راح تشوفينا باليوتيوب وتوقفين اليوتيوب وتكبشرينه اوكي. لا ترشوا لي اياها، انا اقولك انت عقب ما تصورينها شو تسوين؟ تفتحين الوورد، تمام؟ خلنا اوريكم. يعني الحين انا خلينا نقول هذا حلي، تمام؟ بس خلكم دقيقه معي عشان انا الحين قاعد اصور، راح يصير ما راح يبين معاكم. إيه اللي راح يصير التالي، تفتحين الوورد، انت الحين سويتيها بورقه صح؟ بتليفونك مثلا او هذا تصورينها وتدزينها حق كمبيوترك، تفتحين الوورد، تمام؟ في بورد شغله اسمها انسرت بيكتشر، تحطي لي الصوره
داخل الوورد، حطي لي الصورة داخل الوورد ودزيها لي. راح مو أنا راح تصير بنات الآن التصليح ما تصليح كل الدرجات قاعدة تنجمع في تيمز، حتى إن أنت سلمتي ولا ما سلمتي كل شيء قاعد يبين في تيمز عشان التقارير ما التقارير اللي إحنا عن منه لكم، فكل شيء يكون واضح. دزيتي على الإيميل، في ناس بتقول لا والله أنا دزيتني أنا ما بين عندي الإيميل مثلا حطه بالفولدر بالهذا بالسبام ولا شيء، ما نبي المشكلة هذه إحنا. إذا مو عارفين أنا الحين هذا الحين هذا الهومورك أوكي. زين في أي سؤال على المحاضرة لا تطلعون عشان راح أوريكم شلون طريقة هذا. في أي سؤال خلصين؟ زين عشان راح أسكر الحين. هلا 8 هنري الملفات دائما قيمتهم بالهنري مو بالأم اتش، مثل ما الكباستر بالفراد بالاف صح. اوكي اسكر التسجيل الحين تكون احنا خلصنا المحاضره، راح اشرح حق البنات الحين الموجودين شلون طريقه الهومورك.